السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا. شباب أولى ثانوي، تعالى كده بس أفكرك الجيومتري كان بيتكلم على إيه، علشان الامتحان بتاعك إن شاء الله عايزك بس تركز في التفاصيل اللي أنا بقولها، عشان التفاصيل دي هتبقى مهمة جدا جدا جدا. بص يا هندسة، مبدئيا بس أنا عايز أفكرك، إحنا اتكلمنا من كام حصة كده على السيميلاريتي. طيب عايز افتكر بس السيميلاريتي كان نظامها عباره عن ايه. بص يا باشمهندسين، لو انا جيت قلت لحضرتك ان انا عندي اتنين بوليجونز سيميلر، لو انا جيت قلت لك ان انا عندي تو بوليجونز وقلت لك الاتنين بوليجونز دول ار سيميلر، الاتنين بوليجون دول لو هم سيميلر في شرطين لازم تبقى انت عارفهم. اول شرط، لازم ان كل انجل في البوليجون الاولاني تساوي انجل قدامها في البوليجون التاني. فكنا بنقول ان تو اتش تو كورسبوندنج انجل ار ايكوال، كورسبوندنج انجل يعني كل انجل قد اللي قدامها، دي حاجه. طيب كان في شرط تاني كان بيقول لك ان لازم في بروبورشنال بين السايد. يعني ايه بروبورشنال بين السايد؟ تعالى كده افكرك بسرعه. بص يا باشمهندس، لو انا قلت لك مثلا ان انا عندي بوليجون، ده البوليجون ده اسمه ايه؟ بي سي دي، وعندي بوليجون تاني، البوليجون التاني ده مثلا اسمه اكس واي زد ال. لو الاثنين دول سيميلر لبعض، او انا حبيت اثبت لحضرتك ان هما سيميلر، او انت حبيت تشتغل ان هما سيميلر، في كام شرط لازم يتحققوا. اولا لازم انجل A تبقى قد انجل X، لازم انجل B تبقى قد انجل Y، لازم انجل C تبقى قد انجل Z، لازم انجل D تبقى قد انجل L. ده اللي احنا بنسميها ان كل انجل قد اللي قدامها، دي حاجه. طب الحاجه الثانيه البروبورشنال بالسايد، يعني ايه بقى البروبورشنال بالسايد؟ يعني السايد اللي اسمه AB على السايد اللي اسمه XY يبقى ايكوال السايد اللي اسمه BC على السايد اللي اسمه واي زد، ايكوال السايد اللي اسمه سي دي على السايد اللي اسمه زد ال، ايكوال اخر سايد هنا اسمه اي دي على اخر سايد هنا كان اسمه الاكس. كان الكلام ده كله بنختصره في الجمله دي لو انت فاكر، لو جيت قلت لك ان الاي بي سي دي سيميلر مع اكس واي زد ال، فكان لازم انت تبقى فاكر الجمله دي، ان انجل ايه قد انجل اكس، والبي قد واي، والسي قد الزد، والدي قد ال، ولازم تبقى عارف ان الاي بي اوفر اكس واي ايكوال البي سي اوفر واي زد ايكوال السي دي اوفر زد ال، واخيرا ايكوال الاي دي اوفر الاكس ال. ده كان السيميلاريتي ريشيو، كل احنا بنسميها لو انت فاكر كي. طب فاكر الكي دي لو كانت اكبر من واحد كنا بنستفاد ايه؟ كنا بنستفاد ان البوليجون الاولاني اكبر من البوليجون التاني، يعني اللي فوق اكبر من تحت. طب لو الكي دي اصغر من الواحد، كان البوليجون الاولاني اصغر من البوليجون اللي تاني، يعني اللي تحت اكبر من اللي فوق. طب لو الكي ايكوال 1، فكنا بنستفاد ان البوليجون الاولاني كونجرنت من على البوليجون التاني، ان هو هو بالظبط. طيب تعالى كده يا باشمهندسين، طيب في حاله الترينجل ركز بقى معايا كده، المساله الاولى واحده واحده. هل في حاله الترينجل كنت محتاج اثبت ان كل انجل قد اللي قدامها وكمان السايدز بروبورشنال مع بعض؟ لا، في حاله الترينجل يا هندسه كنت محتاج اثبت شرط واحد بس. يعني ايه شرط واحد بس؟ يثبت ان الانجل قد بعض، يثبت ان السايد بروبورشن. طيب هو مش السايد ده يا هندسه بري للسايد ده؟ يعني ده معناه ان الانجل دي كمان انجل. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، هي مش الانجل دي قد الانجل دي؟ ليه ان شاء الله الانجل دي قد الانجل دي؟ عشان حرف الاف. بص حرف الاف اهو، شايفه حرف الاف اهو، يبقى الانجل اللي فوق دي قد الانجل دي. طيب دي حاجه، تعالى نمسح. طيب من حرف الاف الناحيه الثانيه، الانجل دي برضو قد الانجل دي. كنت بقول لك ساعتها مش شرط اثبت التلاتة قد التلاتة، لا، لو اتنين بس قد اتنين يبقى هما سيميلر لبعض. طيب تعالى كده ركز معايا، انا مش هينفع اجيب الاكس بكام غير لما اثبت ان هما سيميلر مع بعض اصلا. بص يا هندسه، اولا ميجر انجل ايه؟ ميجر انجل ايه دي از ا كومن انجل. انجل ايه دي عباره عن كومن، هي كومن انجل في الترانجل الكبير والترانجل الصغير. اتنين، ميجر انجل اي دي اي، فين اي دي؟ اي دي يا معلم اهي اهي، ادي الاي دي اي ايكوال ميجر انجل بي، الانجل اللي فوق قد الانجل دي. طيب ميجر انجل اي اي دي ايكوال اي اي دي اللي هي دي اللي هي دي، شايفها اللي هي دي، ايكوال ميجر الانجل اللي تحت، يعني ايكوال ميجر انجل سي. فانا دلوقتي اقدر اقول ان الترانجل، بص عشان ما تتلخبطش، الاي دي اي سيميلر مع الترانجل اللي اسمه اي بي سي. لو خدت بالك الاي قدامها الاي والدي قدامها البي، فاهم؟ بص الدي قدامها البي والاي قدامها السي. هنا بس في غلطه صغننه كده، استنى استنى، اكيد خدت بالك ان دي مش دي، دي مين يا معلم؟ بي، صح كده زي الفل. طيب انا دلوقتي اللي كتبت السيميلاريتي، ممكن من هنا كده اعمل البروبورشن. طب يلا، يبقى الاي دي على مين السايد اللي في وشها؟ الاي بي ايكوال السايد اللي بعديه دي اي، مين السايد اللي في وشه؟ بي سي ايكوال الاي اي
على السايد اللي في وش اللي هو الاي سي، يبقى ده على ده ايكوال ده على ده ايكوال الاطراف مع بعض. فيها مشكله كده؟ طيب كلام عظيم، تعالى بقى نعوض كده واحده واحده. بص يا هندسه، الاي دي معاك ولا مش معاك؟ اه الاي دي معايا ب 4 اوفر. طب الاي بي معاك ولا لا؟ خلي بالك يا هندسه ان الاي بي ده كله، الاي بي ده كله عباره عن 6 ايكوال. طب الدي اي معاك؟ اه الدي اي معايا اسمه 4 اكس ماينس 5 على. طب البي سي معاك؟ اه اسمه اكس بلس 5. شد بقى خط كده، اقدر اشتغل عادي جدا اعمل كروس مالتيبليكيشن. بس انا عايز اقول لك على حاجه، بدل ما تشتغل بال 4 اوفر 6، لو عملت لل 4 اوفر 6 سمبلست فورم يطلع لحضرتك ال 4 اوفر، اعملها على الكالكوليتر لو انت عايز تعمل فراكشن 4 اوفر 6 يطلع 2 اوفر 3. فانا ممكن بدل ما اشتغل على ال 4 اوفر 6 اعمل 2 اوفر 3. يلا نعمل كروس مالتيبليكيشن، اللي فوق ده هيتضرب في 3، 4 تايمز 3 يبقى عندي 12x ماينس 5 تايمز 3 تبقى 15 ايكوال، اللي تحت ده يتضرب هنا 2 تايمز اكس تبقى 2x بلس 5 تايمز 2 تبقى 10. يلا يا معلم ودي ال 2x دي هناك بالنيجاتيف عشان بنجمع الاكسات مع بعض والارقام مع بعض، 12x ماينس 2x تبقى 10x بس. طب ودي ال 15 دي هناك بالبوزيتيف، 10 بلس ال 15 تبقى عباره عن 25. انا عشان اجيب الاكس لوحدها يبقى اللي بره على اللي جوه، اللي بره ده اسمه 25 واللي جوه اسمه 10، لما تقسمهم على بعض تطلع 2.5. طب انا عايز اتاكد حل صح ولا غلط، سهله، ارجع بقى عوض في المساله دي. بص بص في المنظر ده كده، حط مكان الاكس 2.5، هتعمل 4 تايمز 2.5 ماينس 5، واعمل تحت 2.5 بلس 5، طلع الناتج 2 اوفر 3 فعلا اللي هي 4 اوفر 6. اللي بعده، طيب السؤال اللي بعده حلو جدا عشان هو اللي بيديك علامه السيميلاريتي، هو اللي بيقول لك اثبت ان ده قد ده. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، لو انا ما اديتكش دي، لو انا ما كتبتش دي، تعرف انت تكتب السيميلاريتي؟ اه هكتب السيميلاريتي كانه هو مش مديها لي، وبعد كده اقول لك الحته دي. ماشي يا معلم؟ بص يا هندسه، دول اتنين تراينجل، لو انت عايز نصيحتي ممكن ترسم كده تراينجل بره ليك انت، ده واحد وادي التاني اللي تحت اهو، الكلام ده ليك هتسهل لك كتير قوي. بص تعالى بقى معايا كده ركز واحده واحده، التراينجل اللي فوق ده السايد ده بي في 9 والسايد ده اسمه 13.5 والسايد ده اسمه 18. طيب الترينجل بقى اللي تحت عامله بلون تاني، السايد ده اهو هنا كده ب 12 ادي ال 12، وتحت عندي سايد 18 ادي ال 18. طيب السايد الكبير ده كله كده بكام؟ ده كده كله كل ما توديناش في داهيه اللي هو 18 و6 اللي هو عباره عن كام؟ 24. يبقى السايد الكبير ده استنى اهو ده كده ب 24. طيب تعالى كمان نكتب كده الاسامي بتاعتهم، الترينجل ده اسمه بي اكس واي والترينجل التاني اسمه بي اي سي. صلي على النبي بقى، بص يا هندسه عشان تعرف تحل الازمه دي فانا هكتب السيميلاريتي بتاعت الاثنين تراينجل ازاي. بص مين اطول سايد عندك في التراينجل الصغير ده؟ اطول سايد اسمه اكس واي، فاكتب الاكس واي الاول. طيب مين اطول سايد في التراينجل التاني؟ اطول سايد في التراينجل التاني اسمه البي سي. طب انا كتبت الاكس واي يبقى ناقص في التراينجل الاولاني اكتب بي، طب في التراينجل التاني كتبت البي سي يبقى ناقص اكتب مين؟ اي. طب تعالى كده راجع حته صغيره، السايد اللي اسمه واي بي، فين السايد اللي اسمه واي بي؟ اهو شايف السايد ده كده؟ السايد اللي اسمه واي بي اللي انا منقطه لك ده ب 18 ده كده. لا استنى 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 استنى، ليه 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 ايه اللي احنا عملناه ده؟ ده مؤاخذه يا جماعه، تعالى ركز بس معايا تاني كده. بص يا هندسه تاني، اطول سايد تحت 18 عشان خاطر بس صغيره مش باين. تاني اطول سايد في الترينج ده انا معلم لك عليه ده هو البي واي، سوري البي واي اكبر سايد. مين اكبر سايد في الترينجل التاني؟ البي سي، فكتبت البي واي وكتبت قدامها البي سي. ماشي؟ طيب مين تالت نقطه موجوده عندك في الترينجل ده اسمه بي واي اكس، فكتبت هنا الاكس. طب مين تالت نقطه عندك في البي سي؟ ادي الاي. طب الاثنين دول سمره لبعض، تعالى كده اتاكد لك من حته صغيره. بص يا هندسه مين الواي زد؟ الواي زد اهو، الواي زد عباره عن كام؟ 13.5. مش ده السايد الوسطاني؟ ده الوسطاني اه. طب السي اي، هل السي اي هو السايد الوسطاني في الترينجل التاني؟ تعال نشوف كده. اه السي اي فعلا هو السايد الوسطاني بين ال 12 وبين ال 24، عشان في الترينجل عندي انا عندي سايد كبير وعندي سايد وسط وعندي سايد صغير، انا فعلا الكبير مكتوب قدام الكبير والوسط مكتوب قدام الوسط، فيها مشكله؟ طيب يبقى انا كده ثبت. بص بقى الحته اللي جايه دي، بص بص لو انا شلت اللي هو كان مشخبط عليه ده، تعالى كده نشوف هي ولا مش هي هي. بص بص انا كاتب هنا بي واي اكس، هو كاتب بي واي اكس كده، بص الناحيه الثانيه انا كاتب هنا ايه بي سي اي، هو كاتبها بي سي اي بنفس الترتيب، يبقى انا كده كاتب نفس السيميلاريتي زي ما هو كاتبها بالظبط. ازاي يا مستر؟ معلم البي قدامها البي صح؟ والبي هنا قدامها البي.
طيب الواي قدامها السي والواي قدامها السي، الاكس بتاعتي قدامها الاي والاكس بتاعته قدامها الاي، يبقى احنا الاثنين صح وزي الفل، فيها مشكله كده؟ طيب انا لو انا كتبت الكلام ده، مش ده معناها ان ميجر انجل بي في التراينجل الاولاني ايكوال ميجر انجل بي في التراينجل الثاني؟ طيب يعني الانجل دي الانجل دي قد الانجل دي، صح؟ يعني الانجل دي قد الانجل دي. هو بقى في السؤال كان بيقول لك اثبت ان البي سي قسم الانجل اللي اسمها اي بي اكس. باشا فين البي سي؟ البي سي هو صح، هو البي سي ده قسم الانجل اللي اسمها اي بي اكس ولا لا؟ اه طبعا قسمها نصين. عرفت منين؟ يا هندسه ما انت لسه بتقول لي الانجل دي قد الانجل دي، يبقى الخط ده قسم الانجل الكبير، يبقى طالما ميجر انجل بي في التراينجل الصغير اللي انا ممكن اكتبها اكس بي واي ايكوال ميجر انجل بي في التراينجل الكبير اللي هي اسمها سي بي اي، يبقى انا كده فعلا ثبت ان الخط اللي اسمه بي سي ده قسم بايسكت الانجل اللي اسمها اي بي اكس. هي مش كده؟ تعال نشوف اللي بعديه. طيب قوانين اليوكليديان، والقوانين دي مهمه جدا 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 باش مهندسين، تعالى في الكرك. الرول ده البي دي ده السايد ده كان ليه رول، كان البي دي سكوير كان بيساوي السايد ده سكوير كان بيساوي الحته دي تايمز الحته دي، البي سي سكوير ايكوال دي اي تايمز الدي سي. تعالى حل المساله دي كده، افكرك في بقيه القوانين. البي دي سكوير ايكوال الدي اي عباره عن 18 مالتي بلاي الدي سي عباره عن 8. تعالى نضربهم مع بعض على الكالكليتور، طلع الناتج ده 144. طب انا عايز اجيب البي دي بس من غير السكوير، يبقى اعمل روت ال 144 فيطلع لك الناتج هندسه كام؟ 12 سنتيمتر. يبقى انت كده جبت البي سي طيب او البي دي. طب تعالى كده افكرك ببقيه القوانين، انا مش عايزها باش مهندسين. لو انا طالب منك طول البي سي ده تعرف ولا لا؟ اه تعالى شد خط كده. لو عايز اجيب طول البي سي سكوير كان ليها رول، ايه الرول بتاع البي سي؟ الصغير ده تايمز الكبير ده جدع، يعني السي دي تايمز الكبير اللي اسمه سي اي. تعالى نعوض مين السي دي ب 8، خلي بالك بقى مين الكبير اللي هو 8 بلس ال 18، 8 بلس ال 18 كلها اللي هي عباره عن 26، يطلع لك رقم 6 مالتبلاي 26 208. انا عايز اجيب بقى البي سي بس، اعمل ايه يا معلم؟ روت 208 اعرف اجيب الناتج ده عباره عن كام. طب سؤال كمان، بص يا باشمهندس، طب لو انا عايز اجيب الطول ده، عايز اجيب طول الاي بي، الاي بي سهله جدا برضه نفس الكلام، الصغير ده تايمز الكبير، يعني تعمل الاي دي مالتبلاي الاي سي. بس هو ما كانش طالب الكلام ده، واحنا الحمد لله رجعنا لك عليه. تعال نشوف اللي بعدها. بص يا باشمهندسين، طب نفس الكلام، رايت انجل تراينجل اهو، ونزلت تحت عملت 90، يبقى ينفع استخدم قوانين اقليديان ولا لا؟ وانا وانت عارفين ازاي بنعمل السيميلاريتي. طيب هل عندك رول يجيب لك السايد ده عباره عن كام؟ استنى اغير لك اللون. هل عندك رول بيجيب لك السايد ده عباره عن ايه؟ لا، ما عنديش رول يجيب لي الاي دي، بس الاي دي موجود معايا جوه رول قلناه من شويه. ازاي يعني؟ بص يا هندسه، الاي سي سكوير بيساوي الاي دي ملتبلاي الاي بي. احنا لسه قايلين ان الخط ده، لسه قايلين الخط ده من شويه بيساوي الحته دي تايمز الحته دي، صح ولا لا؟ الطول ده سكوير ايكوال الحته الصغيره دي تايمز الحته الصغيره دي. تعالى بقى نمسكها واحده واحده. الاي سي عندك ب 6، يبقى 6 سكوير ايكوال. طب الاي دي، الاي دي انا مديها لك اسمها 2 اكس بلس 1 ملتبلاي. طب الاي بي انا مديها لك ب 4. انا عايز اعرف بقى من هنا كده الاكس عباره عن كام. بص يا هندسه، عندك كذا طريقه، ممكن تضرب الفور في البراكت ده. انا مش عايز اعمل كده، انا ممكن اعمل حركه ثانيه. هي مش الفور دي مضروبه في البراكت؟ يعني ممكن تطلع بره بالديفايدد ولا لا؟ اه. طب انا بره اصلا عندي 36 اللي هي 6 سكوير، اطلعها بره بالديفايد يبقى اوفر 4 ايكوال 2 اكس بلس 1. شد خط كده، 36 ديفايدد 4 يا هندسه تبقى 9 ايكوال 2 اكس بلس 1. ماشي هندسه؟ طلع بقى ال 1 بره بالنيجاتيف تبقى ال 8 ايكوال 2 اكس، فتطلع الاكس لحضرتك ايكوال 4 عشان انا طلعت ال 2 بره بالديفايد. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ تعال نشوف اللي بعديها. بص يا باشمهندسين، في المساله دي برضه عايز يجيب الاكس وعايز يجيب الواي، ركز بس في الحته دي، بس في حته صغيره هنا كده ان السايد ده برايل للسايد ده، ماشي؟ طب هو ليه ده برايل لده؟ هي ما كانتش موجوده في المساله، بس لازم افكرك بحته كده قلناها في ثانيه اعدادي باشمهندسين. لو انت عندك تراينجل كده، ماشي؟ لو دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، ماشي؟ دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، وانت رسمت خط كده، الخط اللي بيترسم ده كان ده بيبقى برايل لده، ماشي؟ طيب دي كومن انجل بين الاثنين تراينجل ولا لا؟ اه، يعني انجل A is a common angle AD، common angle. فيها مشكلة كده؟ طيب
هي مش الانجل دي قد الانجل دي عشان حرف الاف. تعالى اوريلك حرف الاف، حرف الاف اهو، في مشكله كده يعني. ميجر انجل، مين الانجل بقى الصغيره اللي فوق دي؟ ميجر انجل اي اي دي ايكوال ميجر انجل سي. طب حرف الاف من الناحيه الثانيه، يبقى ميجر انجل اي دي اي ايكوال ميجر انجل بي. يبقى انا كده قدرت اثبت ان التريانجل اللي اسمه اي اي سي، سوري اي اي دي، سيميلر مع التريانجل اللي اسمه اي سي بي. بص اي قدامها الاي والاي قدامها السي والدي قدامها البي. طيب هو طالب سايد فاكيد استخدم البروبورشن. طب ماليني بقى الاي اي على الاي سي ايكوال الاي دي على السي بي ايكوال الاي دي على الاي بي. في مشكله كده؟ اي اي على الاي سي والاي دي على السي بي واخر حاجه الاي دي على الاي بي. تعالى بقى نعوض يا باشمهندسين واحده واحده. هل الطول اللي اسمه اي اي عندك؟ اه اسمه اكس ماينس 3 على. طب الاي سي، ركز بقى كده، الاي سي اللي هو كل ده كده. طب كل ده اسمه اكس ماينس 3 بلس الواي بلس ال1. طبعا دي قصه حزينه بس تعالى كده نكمل واحده واحده. ادي ايكوال. طيب مين الاي دي؟ الاي دي عباره عن 6، ادي ال 6. طيب البي سي عباره عن اكس بلس ال 4. طيب هل الاي دي معاك؟ لا. طب هل الاي بي معاك؟ لا. يبقى ده انا معايا ولا انا عايزه فممكن اشطب عليه. تعالى بقى نمسك بقى الكلام ده واحده واحده. انا عندي فوق اكس ماينس 3 على، تحت بقى عندي اكس بلس واي الاول نيجاتيف 3 بلس 1 اللي هي نيجاتيف 2 ايكوال 6 اوفر اكس بلس ال 4. تعالى بقى نعمل كروس مالتبليكيشن كده بروقان عشان المساله دي قويه جدا جدا جدا. شد خط كده، لما تضرب دول في بعض خلي بالك دول ترمين تايمز ترمين، فلما تعمل اكس تايمز اكس تبقى اكس سكوير، وبعدين لما تعمل اكس تايمز ال 4 تبقى 4 اكس. طب لما تعمل النيجاتيف 3 تايمز اكس تبقى نيجاتيف 3 اكس. طب لما تعمل نيجاتيف 3 تايمز 4 تبقى عباره عن نيجاتيف 12 ايكوال. يلا اضرب بقى السته في الرقم، في الثلاث ارقام دول، يبقى عندك 6 اكس بلس 6 واي ماينس 12. مبدئيا كده انا ممكن اشيل النيجاتيف 12 دي مع النيجاتيف 12 دي على، عشان لو واحده راحت لانيه تروح بعكس الساين. بص يا هندسه، ادي الاكس سكوير ودي ال 6 اكس هناك، 4 اكس ماينس 6 اكس تبقى عباره عن نيجاتيف، ثواني كده، تبقى عباره عن نيجاتيف 2 اكس. طيب وهنا في ايكوال 6 واي. طيب ركز بس في الايكويشن دي كده، هرجع لها تاني كمان شويه. انا لو وصلت الايكويشن دي هل عرفت اعمل حاجه؟ لا. في بقى معلومه مهمه جدا جدا واعمل حضرتك، ايه يا باشمهندسين؟ باشا مش احنا خدنا في ثالثه اعدادي، في ثانيه اعدادي، ان لو دي 100 بوينت ودي 100 بوينت يبقى الخط ده بدل للخط ده وايه كمان؟ ونصه. يعني ايه بقى ونصه؟ يعني لو الطول ده مثلا ب 10 يبقى الطول ده 5، دايما الطول اللي فوق نص الطول اللي تحت. طيب هي مش الاكس بلس 4 دي تحت والستة فوق؟ طالما دي 6 يبقى اكيد اللي تحت ده بكام؟ ب 12. يبقى الاكس بلس 4 دي ب 12، يعني الاكس هتساوي طلع الفور بره بالنيجاتيف تبقى عباره عن 8. انا كده جبت الاكس من بدري. عايز بقى ترجع تعوض هنا كده مكان الاكس تعرف تجيب الواي؟ ماشي، ممكن اعمل طريقه تانية اسهل بكتير في الحته دي كده، بس هي مش هسلم ان انا اكون الايكويشن دي كلها كده، تبقى صعبه شويه. تعالى كده نعوض، انا جبت الاكس بكام؟ ب 8. قول لي كده 8 ماينس 3 5، 5 بلس 1 تبقى 6. يبقى انا عندي اكس ماينس ال 3. طب استنى، ما انا كمان عندي الاكس ماينس ال 3 اللي هي 5 اهي. بص ادي ال 5 اللي هي دي تبقى 5 على، احسب بقى كل ده كده، هيبقى عندك ال 8 اللي هي الاكس ماينس 8 ماينس ال 3 بلس ال 1 طلعت 6. يبقى عندك تحت 6 بلس الواي ايكوال 6 اوفر. طب ال 6 اوفر اكس بلس ال 4، احنا جبنا الاكس بكام يا معلم؟ جايبين الاكس ب 8، 8 بلس 4 تبقى عباره عن 12. طبعا ال 6 اوفر 12، استنى بس امسح كده الحته دي عشان نعرف نشتغل هنا. بص يا معلم، هكتب لك دي تاني هنا كده، ادي ال 5 اوفر 6 بلس الواي ايكوال ال 6 اوفر 12، ممكن تكتبها على الكالكليتور تطلع لك برضه عباره عن اهو. اعمل بقى كروس مالتبليكيشن، ادي الايكوال، لما تضرب ده في ده تبقى ال 6 بلس الواي ايكوال ده تايمز ده اللي هي عباره عن كام؟ 10. تعرف تجيب الواي تطلع ال 6 بره تطلع 4. في مشكله كده بالنيجاتيف؟ فكره بس انك لو عملت هنا كده كروس مالتبليكيشن مش هتعرف توصل. ليه بقى؟ عشان هتلاقي نفسك في الاخر كونت ايكويشن فيها اكس وواي. فركز في الحته دي تاني باشمهندسين، لو عندك تراينجل لو النقطه دي 100 بوينت والنقطه دي 100 بوينت يبقى الخط ده برق للخط ده ونصه.
لو دي ميد بوينت ودي ميد بوينت يبقى الخط ده برق للخط ده ونص. تعال نشوف اللي بعديه. طيب نفس الكلام، خلي بالك بقى من الحته دي كده، هو الاثنين تراينجل دول سيميلر لبعض ولا لا؟ اه. تعال اقول لك ليه، هي مش الانجل دي قد الانجل دي؟ اه. طب ودي كومن انجل ولا لا؟ وانا هستنتج اكيد الانجل التالته قد التالته، عشان احنا كنا متفقين مع بعض طالما اتنين قد اتنين يبقى التالته قد التالته. يبقى ده معناه ان انجل ايه الاول از ايه كومن انجل، انجل ايه دي عباره عن كومن. اتنين، ميجر انجل ايه اتش دي ايكوال ميجر انجل سي. طب مين اللي قال ان دي قد دي؟ ما تقوليش بقى حرف الاف عشان مفيش البراي. اه انا ممكن استنتج ان الخط ده برق للخط ده عشان الانجل قد الانجل، بس الانجل قد الانجل عشان هو مديها لي جيفن يا هندسه، هو اللي مديني اصلا الانجل قد الانجل. ميجر انجل ايه دي اتش ايكوال ميجر انجل بي، انا كده اللي استنتج الانجل الثالثه اللي هي دي قد الانجل الثالثه. طيب يعني انا ممكن اكتب دلوقتي كده ان الترانجل الاولاني اللي اسمه ايه اتش دي سيميلر مع الترانجل الثاني اللي اسمه ايه سي بي، الاثنين دول سيميلر مع بعض. تعالى كده نكتب البروبورشن، يبقى الاي اتش على الاي سي ايكوال الاتش دي على السي بي ايكوال الاي دي على الاي بي. تعالى نعوض نشوف هو عايز مين ومدينا مين. بص يا هندسه، الاي اتش عندك اه، الاي اتش عندي 14 على، طب الاي سي ما مش عندي، فاكتب الاي سي زي ما هي بالراحه بس ايكوال. طيب الاتش دي عندك ب 12 والسي بي عندك ب 15 زي الفل ايكوال. الاي دي عندك؟ لا الاي دي مش عندي. طيب الاي بي كلها دي كلها كده، ده كله كده عندك ولا مش عندك؟ بص هو مش عندي بس مش هينفع اكتب اي بي. انا وانت هنتفق على حاجه، تيجي نسمي الحته اللي اسمها اي دي دي اكس، انا هسمي الاي دي بس اكس ماشي؟ يعني انا من حقي بدل ما اكتب الاي دي اكتب مكانها اكس، عارف ليه؟ عشان تحت لما اقول لك مين هو الاي بي تقول لي هو عباره عن اكس بلس 4. جدع، انا سميت الحته دي كده بس اكس، شايف الحته اي دي دي اكس، فلما اقول لك مين الاي بي كلها تقول لي اكس بلس كام؟ 4. عشان انا كده خليت انون واحد اعرف اجيب الناتج عباره عن كام. طب تعالى بقى واحده واحده، همسك الاثنين دول مع بعض الاول، وخلي بالك ان انا ممكن اعمل سمبلست فورم لل 12 اوفر 15. طيب اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال 14 على الاي سي ايكوال، انا واخد ده مع ده دلوقتي ها، لو انت كتبت على الكالكليتر 12 اوفر 15 15 تطلع 4 اوفر 5. اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاي سي بتساوي شد خط اللي في وشها حطه تحت واضرب ال 14 تايمز 5 هنا. اعمل بقى على الكالكليتر ال 14 تايمز ال 5 على 4 يطلع ال 14 تايمز ال 5 على 4 يطلع لك الناتج ده عباره عن 17.5. يبقى انت كده جبت الاي سي. خلي بالك من حاجه، انت كده جبت الاي سي كله، ها انت كده جبت الاي سي كله. طيب انا مش عايز الاي سي، خلي بالك، او طالب الاي سي ماشي. طب لو انا كنت طالب منك الاتش سي تعرف تجيبها ولا لا؟ اه. تعمل بقى ال 17.5 تشيل منها ال 4 تعرف تجيب الاتش سي عباره عن كام. طب يلا ركز معايا، تعال نمسك بقى ده ونساويه برضو بال 4 اوفر كام 5. مين ال 4 اوفر 5؟ اللي هي 12 اوفر 5 ايه اوفر 15. تعالى نعملها واحدة واحدة، هنا اهو اكس اوفر اكس بلس ال 4 ايكوال ال 4 اوفر 5. تعالى نعمل كروس مالتبليكيشن، ادي دي ايكوال، لما تضرب الرقمين دول في الرقم ده يبقى عندك 4 اكس بلس 16، لما تضرب ده تايمز ده يبقى عندك 5 اكس. سيب الايكوال مكانها وادي ال 4 اكس هناك بالنيجاتيف، 5 اكس ماينس 4 اكس تبقى عبارة عن اكس ايكوال 16، يبقى انا كده جبت الاكس. استنى، الاي دي اللي انا كنت مسميه اكس من شوية ب 16، انا كده جبت الاي دي. طب هو كان عايز يجيب الاي بي كلها، اعمل ال 16 بلس ال 4 تطلع عباره عن كام؟ 20. يبقى انا كده جبت الثلاث صيدات اللي هو عايزه. تعال نشوف اللي بعديه. السؤال ده حلو جدا، بيقول لك البوليجون اللي اسمه اي بي سي دي سيميلر مع البوليجون اللي اسمه اكس واي زد ال، ومدي لك الاي بي ومديك شويه حاجات. طيب طالما مديني شويه صيدات اكيد من هنا كده يا باشمهندسين اعرف اكتب السيميلاريتي، صح ولا انا غلطان؟ طب يلا، اي بي على الاكس واي ايكوال البي سي على الواي زد ايكوال السي دي على زد ال ايكوال الاي دي على اكس ال. في مشكله كده؟ تعال نعوض. الاي بي عندك اه، الاي بي عندي ب 32 اوفر، الاكس واي عندك اه، الاكس واي اسمها 3 ام ماينس 1 ايكوال. طب البي سي عندك ب 40 مديهولك المساله. طب الواي زد عندك اه 3 ام بلس 1. طيب وانت بتكمل كده هل السي دي عندك؟ لا، ولا ده عندك ولا ده عندك. انا بقى امسك الاثنين دول كده اعمل لهم بقى كروس مالتيبليكيشن عشان خاطر اعرف اجيب الام بكام، بس ركز معايا في التفاصيل. تعال نمسك ده تايمز ده، لما اعمل ال 32 تايمز 3
يطلع الناتج 96 ام بلس. طب لما اعمل ال 32 تايمز ال 1 تبقى عباره عن 32 ودي ايكوال. تعالى بقى نعمل ده تايمز ده، لما اعمل ال 40 تايمز 3 يطلع الناتج يا هندسه 120 ام ماينس، لما اعمل ال 40 تايمز ال 1 تبقى عباره عن 40. سيب الايكوال مكانها. انا عندي هنا رقم اسمه 120 ام، وادي الرقم اللي زيه هناك بعكس الساين يبقى نيجاتيف 96 ام. هنا كده عندي رقم اسمه 32، وادي ال 40 هناك بالبوزيتيف يبقى بلس 40. ادي الايكوال 120 بلس 120 ماينس ال 96 يطلع لك الناتج ده 24 ام. طب لما اعمل 32 بلس ال 40 يطلع الناتج 72. انا عايز اجيب الام بس، يبقى وادي ال 42 هناك ال 24 بالديفايدد، يبقى ال 72 زي ما هي واطلع ال 24 بره بالديفايدد، تعمل بقى 72 ديفايدد 24 يطلع الناتج ده عباره عن 3. تعال نشوف اللي بعديها. بيقول لحضرتك عندي تو سيميلر ترينجل، البريمتر بتاع الفيرست 74. قبل بس ما اكمل باشمهندسين، لو انا عندي اتنين ترينجل سيميلر لبعض، تعالى بس افكرك بحاجه، اي بي سي سيميلر مع ترينجل تاني اسمه اكس واي زد. فاكر كنا بنكتب كده ان الاي بي على الاكس واي ايكوال البي سي على الواي زد ايكوال الاي سي على الاكس زد. ده كان بيساوي كده حاجه مهمه جدا، كان بيساوي مين؟ كان بيساوي البريمتر بتاع الترينجل اللي اسمه اي بي سي على البريمتر بتاع الاكس واي زد. فيها مشكله كده يا باشمهندسين؟ طيب فاكر لو انا خدت اي رش من الثلاثه دي او دي او دي، لو خدت اي واحده من الثلاثه لو انت فاكر وعملت لها باور 2 يبقى انا كده جبت الرش من مين؟ الاريا. جدع. تعالى بقى نقرا السؤال. بيقول لك عندي تو سيميلر ترينجل، البريمتر بتاع الاولاني، البريمتر بتاع الاولاني ايكوال 74 سنتيمتر اند ذا سايد لينث اوف ذا اذر، ومديك الاطوال بتاعت السايد الثاني. عايز يجيب الفايند ذا لينث اوف ذا لونجست سايد اوف ذا فيرست ترينجل. يا عم انا هجيب لك الاطوال كلها. بص يا باشمهندسين، السايد الاولاني مش عندي اطواله، فانا اكتب كده اي بي على مين اول طول اداهولك 4.5 ايكوال السايد الثاني في التراينجل الاولاني اللي هو مش عندي، هسميه مثلا بي سي، على السايد الثاني 6 ايكوال السايد الثالث في التراينجل الاولاني اللي هو مش عندك، ما هسميه اي حاجه اي سي مثلا، والسايد الاخير في التراينجل اللي عندك 8. طب مش انا وانت عارفين ان الكلام ده ايكوال البريمتر على البريمتر؟ البريمتر بتاع السايد الترينجل الاولاني انا مديهولك ب 74. طب لو انا حبيت اجيب البريمتر بتاع الشكل الثاني اعرف ولا ما اعرفش؟ اجمع الاطوال بتاعته طلع الناتج عباره عن 18.5. بص يا باشمهندسين، لو انت خدت ده مع ده تعرف تجيب الاي بي. خلي بالك انت ممكن تعمل 74 اوفر 18.5 تتكتب ب 4، يعني ممكن بدل ما تشتغل بالرقم ده تشتغل ب 4 اوفر 1، لان لو حسبت ده على الكالكليتو ده كده هيطلع لك 4، يبقى 4 اوفر 1 هي هي. طب لو انا خدت البي سي على 6 وسويتها ب 4 اوفر 1 اعرف اجيب برضو البي سي ولا لا؟ طب لو خدت الاي سي على 8 وسويتها بال 4 اوفر 1 اعرف اجيب الاي سي ولا لا؟ بدل ما اجيب الثلاث صيدات هو عايز اول، عايز الكبير في اول واحد، عايز اكبر واحد. اكبر واحد هو ده ولا ده ولا ده؟ اكيد طبعا الاي سي. اشمعنى؟ عشان اكبر واحد تحتيه اكبر طول، فده معناها ان الاي سي على 8 هسويها بال 4 اوفر 1. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن يبقى الاي سي ايكوال 8 تايمز ال 4 تطلع لك 32 سنتيمتر. في مشكله؟ تعال نشوف اللي بعديها. الريشيو بتوين البريمتر اوف تو سيميلر تراينجل، استنى يعني هو مديك البريمتر الاولاني على البريمتر الثاني ايكوال 3 اوفر 2. كلام عظيم. طيب قبل بس ما اكمل انا عندي سؤال صغير باشا، ينفع تجيب لي الريشيو من الاريا بتاعت الترينجل الاولاني والاريا بتاعت الترينجل التاني؟ كنا بناخد الريشيو من البريمتر نعمل لها ايه هندسه؟ سكويرنج. فلما تعمل سكويرنج ل 3 اوفر 2 تطلع 9 اوفر كام؟ 4. فيها مشكله؟ طيب هو بيقول لك الصم بتاع الاريا بيساوي 120، يعني انا عندي رقمين مجموع الاريا 120 ومعايا الريشيو. طب كان في طريقه كنت بقول لك عليها حلوه قوي، ينفع اسمي ده 9x وده 4x، مش انت كده معاك الريشيو؟ فده معناها ان ال 9x بلس ال 4x اكيد بتساوي 130. لو جمعت دول مع بعض يطلع الناتج 13x ايكوال 130، يعني الاكس لوحدها لو وديت ال 13 هناك بالديفايد تطلع بتساوي كام يا معلم؟ 10. يبقى انا معايا الاكس ب 10. استنى، انت معاك الاكس ب 10، ده معناها ان الاريا الاولانيه بتساوي 9 تايمز 10 اللي هي 9x، فتطلع ب 90 90، والاريا الثانيه هتساوي 4 تايمز 10 اللي هي عباره عن 40.
اقول لك على معلومه بس دي ليك، لو جمعت الاثنين دول مع بعض هيطلع الناتج فعلا 130، ولو قسمتهم على بعض هيطلع فعلا الناتج 9 اوفر 4. في مشكله؟ تعال نشوف السؤال ده. بيقول لك الريشيو بتوين ذا لينز اوف تو كورسبوندنج سايد ان تو سيميلر بوليجون 1 اوفر 3. طب استنى، يعني ده معناه الريشيو بين السايد على السايد تطلع ايكوال 1 اوفر 3. قبل ما اكمل اعرف اجيب الريشيو بين الاريا، لا 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 استنى استنى، اعرف اجيب الريشيو بين البريمتر على البريمتر ولا لا؟ جدع، نفس الناتج، الله يرضى عليك. طب اعرف اجيب الريشيو بين الاريا على الاريا ولا لا؟ نفس، اخد نفس الناتج بس اعمل له ايه بقى؟ سكوير، تبقى 1 اوفر 9، وانا محتاج الاريا ضروري. طب تعال، قال لك ان الفرق بين الاريا 32. هو انت معاك الاريا اصلا؟ لا، بس ممكن افرض الاولاني 9x والتاني، او الاول 1x والتاني 9x، الفرق بينهم 32. فده معناه يعني لو عملت ال 9x ماينس ال 1x الناتج لازم يطلع 32، الفرق بينهم يعني الديفرنس. 9x ماينس x يعني ال 8، 9x ماينس x يعني ال 8x ايكوال 32، فتطلع ال x بتاعتك ب 4. خلي بالك طالما ال x ب 4 انا لسه ما جبتش حاجه، بس اقدر اقول ان الاريا الاولانيه ايكوال 4، وان الاريا الثانيه ايكوال 9 تايمز ال 4. اعمل بقى على الكالكوليتر 9 تايمز ال 4 تطلع لك 36. طيب انا كده جبت الاثنين، سنتيمتر سكوير وسنتيمتر سكوير. طب انا عايز اتاكد ده مستر حل هو صح ولا غلط. عادي، اعمل ده ماينس ده، شوف الفرق بينهم قد ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اقسم ال 4 على 36 يطلع لك الناتج 1 اوفر 9، يبقى انت كده معاك الريشيو صح 1 اوفر 9 والفرق بينهم 32. ربنا معاكم يا باشمهندسين، شد حيلكم، بعتذر لكم جدا والله على صوتي بس معلش تعبان شويه. شد حيلكم، ربنا معاكم، ونشوفكم على خير، وان شاء الله الامتحان يبقى زي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.